كنت مارادونا وميسي. كرة ترسى طويلة مع انطلاقة سريعة. إيمبولي إيمبولي سجل. المنتخب الإيطالي ياخذ الفانتاج الأسبقية في توقيت مبكر عن طريق مهاجم بروسيا دورتموند تشيرو إيمبولي. يحرز هدف الأسبقية للمنتخب الإيطالي. تتغير النتيجة وإيطاليا تتقدم 1-0. بداية قوية للاتسوري، بداية قوية لمنتخب التريكولوري مع السيد أنطونيو كونتي. كرة تضرب دفاعات الهولنديين أمامنا، بونوتشي على طريقة أندريا بيرلو.